طيب احنا لسه كلامنا مستمر وحديثنا مع الأستاذ سامي، وكنا بنتكلم عن ملف أفريقيا والمباراة المرتقبة مع المريخ، وإزاي ممكن إن احنا نحسم المباراة يعني من الدقائق الأولى، وفي نفس الوقت برضو عايزين نفهم طب المريخ من وجهة نظر حضرتك أستاذ سامي، حضرتك من كلامك أنا استشفيت أنا وكريم إن المباراة محسومة لصالح الأهلي، بس بتشوف برضو المريخ يعني طريقة لعبه هتبقى إزاي؟ هل احنا نقدر نتكلم إن هو هيبقى بيدافع، فاحنا المفروض إن احنا يعني نخرج أو نحاول نفكك هذه التكتلات دفاعيه للخصم؟ خلينا نعرف. بس انا ما قلتش المباراه محسومه. لا انت قلت احنا اربع نقاط معانا. لا قلت حصل ولا ما حصلش يا كريم؟ لعيبه الاهلي عمر كله متفرج كده. لا احنا نرجع للحلقه بقى. لازم لعيبه الاهلي. لا باذن الله طبعا. لازم لعيبه الاهلي يعملوا حسابهم من الاربع نقاط دي معاهم باي شكل من الاشكال. تمام. مباراه ان شاء الله في ملعب السلام يوم 5، والمريخ عنده 4، يعني طمعان. اكيد. في المباراة وطبعا في الصعود والاستكمال البطولة، فبالتالي أي تصور للتهاون مع فريق المريخ، لا فرقة عاملة نتائج مش بطالة وقدامها فرصة للتأهل، فبالتالي هتبقى مباراة صعبة جدا قبل ما نروح المباراة الثانية اللي مش عارفة هتبقى تلعب فين. يعني هيلعبوها في ملعب السلام زي ما طلبوا ولا هيروحوا السودان تاني؟ اعتقد ان هيحصل تحول في الموقف نادي المريخ، فبالتالي يعني انا شايف ان مفتاح البطوله في المباراه دي، مفتاح البطوله مستكمال البطوله في مباراه المريخ قبل حتى ما نروح صن داونز وجنوب افريقيا ونستضيف الهلال هنا، لازم اخد الاربع نقاط دول عشان يعني على الاقل اتساوي مع المريخ على الاقل، ويبقى ضاغط عليه وهو هيشتغل ان ده ما يحصلش، يعني ده 100%. ده أكيد. فهل هيدافع ولا هيهاجم من وجهه نظرك؟ لا انا اتوقع يعني هو لسه بدري شويه، بس اتوقع ان هو هيامن دفاعاته بشكل قوي جدا. ودي فرصه للاهلي، يعني هو الاهلي لما بيلعب قدام فرقه بتلتزم بالدفاع يعود بقى بالكرات الثابتة أو العرضية يعني حضرتك، فبيبقى ضاغط بشدة وأكيد هيدرك هدف إن شاء الله. يعني كنا بمشيئة الله، أنا متوقع كده لتقدير للأهلي ولأنه بطل بيشرف مصر، فبالتالي أنا شايف إن الفرصة الفوز حتمية ومسؤولية كل لاعب في الفرقة مع موسيماني طبعا.